أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فقال عليه الصلاة والسلام هو قول الرجل لا والله وبلى والله، أي في أثناء كلامه، أي أنه يجري على اللسان من غير تعمد من غير كسب القلب، يعني أن القلب لا ينعقد على اليمين، والله ذهبنا، والله خرجنا، والله لولا كذا لكان كذا، وهكذا، يعني يجري على اللسان من غير قصد اليمين. ومن ثم ذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى أنه لا كفارة عليه. أما الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رضي الله تعالى عنهما فقال اللغو في الأيمان هو أن يحلف الرجل على شيء يعتقده أو يظنه ظنا راجحا، يقول مثلا والله لقد رأيت فلانا، يعني مثلا عليا وهو متأكد أنه رأى، ثم تبين أنه محمد أو أنه خالد، والله لقد سافر فلان إلى الحج أو إلى العمر، ثم تبين أنه لم يسافر مع أنه حلف على اليقين أو على الظن الراجح. هذا هو تفسير الإمام مالك للغو. ومن ثم اتفق العلماء على أنه لا كفارة بالنسبة لليمين اللازم، لا كفارة فيه ولا إثم، لا كفارة ولا إثم، إلا إذا تعلق بأمر مستقبل، إذا تعلق بأمر مستقبل، كان يقول والله لقد سافر علي، والله لقد سوف يسافر علي في المستقبل، سافر فعل ماض، أما سيسافر علي وهو متأكد أنه هو الذي سيسافر، ثم تبين أنه في المستقبل لم يسافر وإنما سافر غيره لهذا الأمر. يعني احنا قلنا الأيمان طبعا شرعت لتوكيد الأمور أو لتوكيد الكلام، هو قال والله سيسافر فلان إلى هذا الغرض فلم يسافر، يبقى إذن تعلق بإيه؟ بالمستقبل، فإذا لم يسافر يبقى فيه كفارة، فيه كفارة. ليه؟ لأنه تبين خلاف ما حلف عليه، فقد حنث إيه؟ حنث في يمينه، هذه اسمها كفارة اليمين، يخرج كفارة كما سنفصلها بعد ذلك. هذه حقيقة اليمين اللغو، اليمين اللغو. أما اليمين الغموس فبإجماع العلماء على أنها يمين الكذب، اليمين الكاذبة التي تعمد صاحبها الكذب، يحلف على الشيء وهو يعلم أنه لم يحصل، والله لقد أخذ فلان الجائزة وهو لم يأخذ الجائزة، وهو متأكد أنه لم يأخذ الجائزة. بعض الناس طبعا الحلافين المهانين تراهم يكسرون الحلف بالله خاصة في الكذب، عياذا بالله، وخاصة أيمان الأسواق، ده أمر مؤكد هذا لا يختلف فيه اثنان، أيمان الأسواق يحلف أن السلعة ليس فيها عيب وهو يعلم أنها أن بها عيبا وعيبين وثلاثة وأربعة أو مليئة بالعيوب، هذا غموس، وسميت غموسا
لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار يوم القيامة. ففي حديث الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قيل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وإن كان قضيبا من أراك يعني عودا من السواك عياذا بالله تعالى. أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين صبر. قال في رواية البخاري: من حلف يمين صبر يقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ومعنى يمين الصبر يعني أنه حبس نفسه على الكذب. هذا معنى ايه؟ الصبر، يمين صبر، او من حلف على يمين مصبوره، يعني وارد اللفظين في الحديث، يمين صبر او يمين مصبوره، يعني انه حبس نفسه فيها على الكذب لقي الله وهو عليه غضبان. لماذا؟ لانه استعمل اسم الله تعالى في الكذب. إذن فالله تعالى ليس معظما في قلبه. وذكرنا في الدرس الماضي حديث البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عيسى ابن مريم عليه السلام رأى رجلا سرق، رآه بعينه، فقال له: أسرقت؟ قال: والله ما سرقت. قال: صدق الله وكذبت عيني. في لفظ: وكذبت عين عيسى. انظر إلى مدى التعظيم لاسم الله تعالى عند الأنبياء والمرسلين. قال: الرجل حلف له بالله فقال: صدق الله. لتعظيمه أنه لا يحلف بالله كاذبا إلى هذا الحد. قد صدق الله وكذبت عين، أو صدق الله وكذبت عين عيسى. إذن فاسم الله لا يستعمل في الكذب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله من هم؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ثلاثة دول: المسبل والذي يسبل إزاره لكن بطرا أو كبرا، يعني الذي يطيل ثيابه تكبرا وتفاخرا وخيلاء وليس مجرد التطويل. خلي بالك، لأن في الحديث البخاري إن الله لا ينظر إلى من جر إذاره بطرا. هذا القيد لابد من مراعاته في الحكم، وإلا أدخل معظم الناس جهنم والعياذ بالله. لكن هي خيلاء. المسبل والمنان الذي يمن على الفقير بالعطية، مثلا طلب من الفقير شيئا فلم يقضي، أنا أعطيتك كذا وأطلب منك كذا ولا تقضيه لي، يمن عليه بالعطاء. هو المراد في قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن هو المعايرة، يعيره بما أعطاه. هذا طبعا يكسر نفس الفقير ويبطل ثواب الصدقة.
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني يحلف هذه السلعة، يحلف عليها أنه لا يوجد بها عيب وأنها سليمة 100%، أو أن اشتريتها مثلا بعشرة وهو اشتراها بخمس أو بسبع أو بتسع، يعني لو كذب في جنيه واحد فهو إيه؟ كذاب، وهو يحلف اليمين الغموس. ولذلك ورد في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة، وفي لفظ ممحقة للكسب، يعني تنفق يعني تروج للسلعة ولكنها تمحق الايه؟ تمحق الكسب، تمحق البركة، كما قال: يمحق الله الربا. فكذلك يعني ما حصلته بالحلف أو باليمين الكاذبة فهو يشبه الربا، بركته ممحوقة من أجل اليمين الغموس. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الطبراني وغيره: اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع، تدع الديار بلاقع أي خرابا، أي واحد حلاف من التجار بشره بخراب دكانه وداره. لتنفق الحلف تنفق أو اليمين تنفق السلعة ولكن تمحق البركة، ومحق البركة معناه الخراب، كما أن الربا كذلك، الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قل، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث المرأة. إذن فاليمين الغموس هي التي تعمد صاحبها الكذب، ولذلك لو تعلقت بالماضي، يعني حلف على أمر مضى بالكذب، فإنها لا تكفر. أو في الحال، كما يقول مثلا: اشتريت هذه السلعة الآن بكذا وهو كذاب، لا كفرت إلا التوبة والاستغفار أو الغمس في جهنم إن لم يتوب، عياذا بالله. أما إن تعلقت بأمر المستقبل ولم يفعل المحلوف عليه، يعني تعمد الكذب كما يحدث من بعض الناس، مثلا واحد يقول واحد: أنت هتجيني النهاردة؟ هو في نيته أنه لن يأتي، يقول له: والله سوف آتيك، ويحلف له ليصدقه: والله لا آتين، ويحلف وهو في قلبه لن يأتي. يحصل ولا لا؟ يحصل. هنا تعلقت اليمين بإيه؟ بالمستقبل. ولذلك إذا لم يذهب هذا اليوم، لأنه قيده بهذا اليوم أو بهذه الليلة، يبقى عليه كفارة، لأننا نحن المالكية هم الذين قالوا إنها إذا تعلقت بمستقبل تكفر، يعني يخرج بكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو ثم إذا لم يجد هذه الأشياء يبقى 3 أيام تكفر. ليه؟ لأنه لم يفعل المحلوف عليه في المستقبل. العلامة الأجهولي المالكي قال: كفر غموسا بلا ماض تكون كذا لغو بمستقبل لا غيره فامتثل، يعني أن الغموس واللغو إذا تعلقا بالمستقبل فإنهما تكفران، لأن المحلوف عليه لم يحصل، لم يحصل، يبقى في الحالة دي إذا لم يحصل يبقى له إيه؟ له الكفارة. أما اليمين الغموس التي تعلقت بالماضي أو بالحال لا كفارة لها عند الأئمة 3: الإمام أبي حنيفة، والإمام مالك، والإمام أحمد. الإمام الشافعي رضي الله عنه
قال اليمين الغموس تكفر. خلي بالك طبعا يعني الشيء الذي له كفارة أهون من الشيء الذي لا كفارة له، لأن الجمهور قال اليمين الغموس هي أعظم من أن تكفر. حتى قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد من الأيمان التي لا كفارة لها اليمين الغموس، كنا نعدها من الأيمان التي أو من الأشياء التي لا كفارة لها، والعياذ بالله. طبعا الشيء الذي له كفارة أهون، لأنه عرف طريق المغفرة بالنسبة له، لكن هذا صعب. لذلك هذه ممدوحة لمن أراد أن يتوب عن يمين غموس، ممدوحة لأنه وجد شيئا يكفر به، وإلا لقي الله وهو عليه غضبان، أو لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكي وله عذاب أليم، كما ورد في الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عديتها بكم حاجة؟ خمسة. شوف خمس أنواع من العذاب. علشان واحد أقام سلعة في السوق، سبب نزول الآية، أقام سلعة في السوق وحلف على أنه أعطي بها ما لم يعطي، يعني واحد قال له دي هذه تساوي كذا وكذا، يحلف يقول دي وصلت مثلا بمئة وهي لم يحصل فيها شيء، كانت شاة يعني شاة، يبيع شاة في السوق ومحدش باع أو اشترى معاه، فحلف أنه أعطي بها ما لم يعطي كاذبا. نزلت الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، خلاق بمعنى النصيب والعياذ بالله، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بس إذا لم يتوب الشرط، إذا إيه؟ إذا لم يتوب، أما إن تابوا وأقلعوا عن الذنب وندموا على ما فعلوا وعزموا ألا يعودوا، يبقى التائب من الذنب كمن لا ذنب، التائب حبيب الرحمة كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن الأمر خطير. هو الحمد لله يعني الإمام الشافعي هنا قال هي يمينه، اليمين الغموس يمين وتكفر عنده كسائر الأيمان. قال الإمام الشافعي استدل بقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، قال وهو قد انعقد قلبه على اليمين وتعمد الكذب، يبقى لها كفارة كسائر الأيمان، فكفرته لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بعقدتم الأيمان، فكفارته لطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحريرهم. فهذه ممدوحة لمن أراد أن يتوب إلى الله من الأيمان الكاذبة التي يحلفها متعمدا الكذب. هذا حكم اليمين الغموس. لكن احنا ذكرنا مسألة نعيدها في هذا الدرس لأنها تتعلق باليمين الغموس، ذكرناها في الدرس الماضي، وهو أن اليمين الغموس يعني هل فيها رخصة تجوز يعني في بعض الأحيان؟ احنا تعرضنا لها في حكم اليمين، حكم الحلف، قلنا تعرض له الأحكام الخمسة، حكم الحنس وحكم الحلف، يعني قد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون سنة وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا.
مثلا مظلوما يجري وراءه ظالم يريد أن يقتله، فدخل عند واحد مثلا تخبى عنه وقال له دخل فلان. طبعا الكذب للإصلاح جائز، لم يدخل هذا كذب، لكن عرض عليه اليمين قال احلف والا مش همشي، ادخل افتش عليه. فهل يجوز او لا؟ هنا طبعا هنا في قتل نفس وفيه يمين، يبقى يرتكب اخف الضررين. العلماء قالوا هذا يرتكب اخف الضررين، بل هنا واجب كما خاف ضررين واجب ولا بد، والا قتل. لو قلت له فتحت الباب اهو هيخش يقتل وهو بريء. قالوا اذا كان الله تعالى اجاز النطق بكلمه الكفر عند الاضطرار يبقى من باب اولى اليمين. من باب اولى ايه؟ اليمين. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هكذا استدل العلماء، واستدل طبعا بحديث وارد عند أبي داود وغيره عن سويد بن حنظلة قال خرجنا مع النبي نريد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأمسكه جماعة يريدون قتله فقالوا من هذا؟ فقال سويد بن حنظلة قال هو أخي. قالوا له احلف أنه أخوه ونتركه يعني. قال فحلفت أنه أخي، حلفت أنه أخي لأجل أن أنجيه من الايه؟ من القتل. قال فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعلنون الإسلام، فأخبرته بما حدث فقال صدقت، المسلم أخو المسلم صلى الله عليه وسلم، المسلم أخو المسلم. إذن هذه رخصة، بل أمر واجب وليست رخصة، لأن الرخصة ممكن أفعلها أو لا أفعلها. لا، هنا فيش تخييل، يعني ما ينفعش ان انا اقول ايه احلف او اقول خذوه مثلا اهرب بيه، ما ينفعش كده. لا، لان حفظ النفس من الكليات الخمس التي اوجب الاسلام ايه؟ حفظه، الدين والمال والعرض والنفس والمال. يبقى اذا حفظ النفس ده واجب، مش اي واحد يدخل عندك بريء تقول له خذوه اقتلوه، لا ما ينفعش. يعني والعياذ بالله، والا كان شريكا في القتل، كان شريكا في القتل. هذا حكم اليمين الغموس من حيث ايه؟ الكفاره. طبعا الكفاره عند الامام الشافعي، اما باقي العلماء قالوا لابد من التوبه لانه كبيره من الكبائر. التوبة بشروطها اللي هو ايه؟ الإقلاع عن الذنب والندم على ما حدث والعزم على ألا يعود إلى ذلك، هذه التوبة. وإلا لقي الله عليه الله، وإلا استحق العقوبات الخمس الواردة فين؟ في آية آل عمران. أمر خطير جدا، والأسواق مليئة باليمين الغموس. طبعا الشياطين تدخل شر بقاع الارض وهي الاسواق، كل شيطان معاه الرايه، رايه الطلاق، رايه اليمين الغموس، رايه الكذب، رايه الغش، كل واحد يركز الرايه بتاعته. تعال اتفضل عندنا. هو كده، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يبقى لابد تاخد بالك من الرايات المنصوبه في السوق،
وانت داخل السوق اوعى الشيطان يستضيفك تحت اي رايه من الرايات دي. ها؟ لازم تصحب العلم معك. علم الحلال والحرام. تدخل السوق يحفظك. ما فيش شيطان يقدر يستضيفك ابدا. ليه؟ لانك حبيب الله وعدو الشيطان. كما قال ايه؟ القرآن: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال الإمام أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه قال: فهم قوم من هذه الآية وإن الرحمن لكم حبيب فاتخذوه حبيبا. يعني فلما اتخذوه حبيبا كفاهم الحبيب مضرة العدو. فمتى تكون حبيب الرحمن؟ إذا كنت من أهل العلم الذين يجلسون في مجالس العلم ويعرفون مداخل الشيطان. ولذلك الجهل سيطر على الناس كما ورد في البخاري ومسلم الحديث: يقل العلم ويكثر الجهل ويكثر الهرج والهرج القتل. يقل العلم ويكثر الجهل. وكأن الناس اتخذوا اليمين الغموس رخصة لهم في ترويج السلع بكتمان العيوب والكذب في الأثمان وخلط الجيد بالرديء. فلا بد من معرفة هذه الحدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها. أما اليمينان اللتان تكفران فهما يمين البر ويمين الحنس. ويمين البر أن يحلف على الامتناع عن شيء. والله مثلا لا آكل هذا الطعام، والله لا أدخل هذه الدار، والله مثلا لا أسافر. هو على بر حتى يفعل المحلوف عليه. والله لا أفعل كذا، كما حدث من مين؟ من سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. خلي بالك، لما تحدث مصطح ابن أساسة وكان قريبا لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه، كان قريبا له، فحلف ألا ينفق عليه لأنه تكلم في شأن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فحلف ألا يبره وألا ينفق عليه. إذن فهو على بر حتى يفعل المحلوف عليه. القرآن نزل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال سيدنا أبو بكر: بلى. جواب: ألا تحبون؟ مش نعم لا، بلى أحب أن يغفر الله لي. فرد النفقة على مصطح. انظر عد، هذا أمر أثقل من الجبال على النفوس. حينما يتحدث أحد في عرض ابنتك وأنت تحسن إليه، انظر وهو قريب لك. شوف الجهات، جهات متعددة، لكن صدق الله العظيم. ولا يأتلي أي ولا يحلف. الألا هو الحلف للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون على عدم قربان النساء. الإيلاء يسمونه الإيلاء في الفقه الإسلامي. ولا يأتلي أولو الفضل،
وصف ايه طبعا سيدنا ابي بكر الصديق من اهل الفضل المعنوي والحسي. اللي بقى الفضل يعني المال الكثير، وبرضه الفضل معناها الخلق الحسن. هذا رجل صاحب فضل، اي صاحب خلق حسن، صاحب خلق فاضل. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة يعني الغنى أن يؤتوا أولي القربى لأنه قريب، والمهاجرين في سبيل الله لأنه كان من المهاجرين الأول، وليعفوا وليصفحوا. العفو معناه عدم المؤاخذة بالذنب لأنه منع النفقة، إذا فهو على بر. وماذا يصنع؟ في حديث الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. حتى العلماء قالوا تجوز الكفارة قبل الحنث، ويجوز أن يحنث يعني يفعل المحلوف عليه ثم يكفر، هذا جائز وهذا جائز، هذا جائز وهذا جائز. ولذلك الإمام الشافعي جعل هذا الحديث يعني أساسا لجواز ذبح هدي التمتع في العمرة بعد انتهاء العمرة. في التمتع أجاز الذبح قبل الحج، قال يذبح عند المروة يعني عند الشوط السابع بعد ما يقصر يذبح الهدي، وقاسها على هذا قال لأن تجوز الكفارة قبل الحج، تجوز الايه؟ الهدي قبل العيد، والأساس أن يذبح يوم العيد، لكن ما دام أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفارة قبل الحنث تبقى يجوز ذبح هدي التمتع قبل العيد. فكفر سيدنا أبو بكر الصديق عن يمينه وفعل الذي هو خير، لأن الحديث أيضا وارد فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال الأمرين. فيجوز أن يكفر أولا ثم يحنث يفعل المحلوف عليه، ويجوز أن يفعل المحلوف عليه ثم يكفر. هذا ما يتعلق بالإيه؟ بالكفارة بالنسبة ليمين البر. لكن أمر ننبه عليه مرة أخرى، وهو أن الله تعالى قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. نبهنا عليه في الدرس الماضي، قلنا إنه يعني لا يمنعن أحد الحلف بالله أن يفعل المعروف. أحيانا الواحد يحلف ألا يكلم أمه، بيحصل؟ يتكلم كلمة عشان مراته يحلف ما يكلم. أنا أعرف بعض الناس قاعد 10 سنين لا يكلمهم. لا تتعجب، لا تتعجب، هذا زمن العجائب سبحان الله. وكأنه يحلف يعني على عدو الله، مش واحدة حملته 9 أشهر في بطنها وسقته رضاعا 2 حولين سبحان الله. يحلف تعالى يا عم كلم امك، انا حالف تحلف الا تكلم امك، ما هي كفاره يا اخي 100 جنيه بتاع كلمه، ايه المشكله؟ هي حالف يعني الحالف ده ايه؟ اشارتي مرور واجب بس مش خليك تعدي، ده كلام مرور. القران قال هذا: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. احنا قلنا ايه؟ الآية لها تفسيران، الإنسان لا يتعرض لليمين لا يحلف لا صادقا ولا كاذبا، كما كان من خلق الإمام الشافعي قال: ما حلفت بالله لا صادقا ولا كاذبا رضي الله عنه، تعظيما لاسم الله. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، ما تحلفوش. وهناك التفسير الآخر: أي لا تجعلوا
الحلف بالله مانعا لكم عن الخير، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. مش احيانا واحد يتضايق في المسجد فيحلف انه لن يصلي جماعه، ها يحلف على هذا انه لن يصلي مره اخرى، حتى حدد المسجد ده مثلا وروح مكان ثاني يصلي في البيت. تعال يا عم صلي، يقول لك انا حالف ما اصلي في جماعه. شوف الجهل، فكر يعني ايه تعظيما لليمين انه ايه لن يفعل المحلوف عليه. هل هذا يصلح؟ انظر الى الادب، الادب القراني. ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. او واحد يحلف ان لا يحج مثلا، لانه راى مثلا من حاج شيئا لم يعجبه، يقول له طبعا علشان خاطرك انا حلفت ما احج. او مثلا جاء يصالح بين اثنين مثلا متخاصمين، واحد اذاه بكلمه فحلف الا يصلح بين اثنين ابدا. كل ده طبعا كل ده داخل تحت فين؟ تحت الايه دي. ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وتحت قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه. شوف كمان بسرعه، وليفعل او ولياتي الذي هو خير. يبقى كده ايه؟ فهم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا امر مهم جدا يخطئ الناس في فهمه، انه ماذا قد حلف يقول انا حلف. لا، هذا حلف في غير موضعه، لانه حلف على خير او عدم فعل الخير. لا، هو فعلا على بر حتى يفعل المحلوف عليه. لكن هنا الحنس طبعا اذا حلف على الامتناع عن فعل واجب يجب ان يحنس كما ذكرنا في درس هنا الحنس ايه؟ واجب، لانه حلف على الا يفعل هذا الواجب. لا، ده يجب عليك ان تحنث وان تكفر وان تفعل الخير وان تكلم امك وان تحج او ان تصلي وهكذا. ولا بد من ايه؟ من فهم هذه المسائل، يعني فهما عميقا، لانها اكثر دورانا على الالسنه فيما بين الناس. وهذا هو الحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نحتفل به يعني في شهر ربيع الاول. لكن لابد من تتبع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واحواله في مثل هذه المسائل الدقيقه. هو عليه الصلاه والسلام نفسه قال: اني والله لا احلف على شيء فارى غيره خيرا منه الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. هذا على لسانه عليه الصلاه والسلام هو نفسه: اني والله لا احلف على امر من الامور الا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. عليه الصلاه والسلام. لان احيانا الانسان يسبق لسانه لليمين لكن لا يقف عنده، لا يقف عنده، وانما قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. مش ربنا اللي قال كده؟ خلاص. يعني كيف تخرج من هذا المأزق؟ انت كنت حرا طليقا مختارا، لكن باليمين اصبحت مقيدا. خلاص، قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. ايه اللي يفكك من هذا القيد؟ الكفاره، تكفر. يبقى يمين البر هو ان يحلف على الامتناع عن فعل شيء
فلا يحدث إلا بفعله. طبعا إن كان خيرا يبقى لابد أن يفعله ويكفر. أما إن حلف على مثلا على عدم شرب الحشيش أو البانجو أو الخمر أو لعب الكوتشينة أو الميسر، لا، يبقى يجب إيه؟ يجب البر، لأنه حلف على ترك معصية. هنا يجب البر ويحرم الحنس. فهو على بر حتى يفعل، لكن على سبيل الفرض لو واحد يعني جعله يرتكب هذا الاسم، فضل ولا شيطان انسي قاعد طبعا ايه يستدرجه وينسيه لغايه ما ايه خلاه فعل الاسم، يبقى عليه كفاره. مش الكفاره هتسقط، لا، يبقى انا ارتكبت اسم، طب اكفر؟ طبعا حلفت على الامتناع لكن فعلت، فعلت، يبقى عليك بالتوبة والاستغفار، هذه كفارة الذنب الذي فعلته والتوبة، تتوب إلى الله تبارك وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فكفارة الذنب التوبة والاستغفار، التوبة إيه؟ والاستغفار. ومع ذلك هيكفر طبعا، لأنه قال والله ما أفعل لكن فعل، يبقى عليه كفارة للذنب وكفارة لليمين التي حلفها. وكان واجب عليه ألا يحنس لكنه حنس. ولذلك يعني اختلاف الأمة
يعني أقصد العلماء يعني رحمة، رحمة في الناس. قلنا الإمام أحمد لما أراد رجل أن يؤلف كتابا يسميه الاختلاف بين الصحابة يعني رضي الله عنهم، الاختلاف، قال لا، سميه كتاب السعة ولا تسميه كتاب الاختلاف. سميه كتاب السعة، يعني حينما اختلفوا وسعوا، وسعوا على الأمة. طب احنا الشيخ اللي ملناش مذهب درسناه، درسنا في تعليم مش أزهري، نتبع عنه مذهب، لا لا، مذهبك مذهب من يفتيك. ايوه، عامة الناس لا مذهب لهم، يعني مذهبك مذهب من يفتي. إن وقعت في مالكي تعبد، إن وقعت في مذهب الشافعي فأنت شافعي. هل يجوز إن اليمين نعم فترة معينة، يعني واحد يحلف والله ما أنا شارب حشيش لغاية آخر رمضان مثلا؟ نعم، هذا اسمه اليمين المؤقت. لفت عليه اليمين المؤقت مذكور عند العلماء. طبعا اليمين المؤقت بوقت، إذا مضى الوقت وكان يمين البر فقد بر في اليمين. يعني حلف مثلا الا يسافر طوال هذا الشهر، هو على بر، يسافر عاد في الشهر الثاني وهكذا، هذا اسم اليمين المؤقت. لكن لو فعل المحلوف عليه ولو قبل الوقت بساعه يحبس، ولو قبل الوقت بساعه، يعني قال طول النهار يبقى الى اذان المغرب، لو قبل المغرب بدقيقه فهو حادث، فعل المحلوف عليه قبل المغرب بدقيقه واحده قبل غروب الشمس، لان الليل من طلوع الفجر الى غروب الشمس النهار، والليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر. فالعلماء ذكروا هذه اليمين المؤقته، المؤقته بوقت، لا بد ان يمضي الوقت كله حتى يفعل المحلوف عليه. هنا عكس اليمين البر، يمين الحنس، هو يحلف مثلا لا يفعلن كذا، يبقى لا بد ان هو على حنس، ممكن يوقت وقت يقول والله مثلا لأذهبن إلى فلان خلال هذا الأسبوع، يبقى الأسبوع من الجمعة إلى الخميس، الأسبوع سبعة أيام، يبقى هو على حنس إلى نهاية الأسبوع. لو جاء يوم الجمعة الآخر فلم يفعل، يبقى إذن هو حنس، يعني ولا ينفع البر بعد ذلك. يعني لو فعل يوم الجمعة لا خارج الوقت المحدد، هو حنس فيه بهذه الطريقة. نعم. حلفت الواحد وقلت له أقابلك بكرة الدرس. نعم. يعني أنا نيتي عاوز أقابله فين؟ هو يجي الدرس يحضر الدرس. نعم. وحلفت له بكرة هيقابلك عشان أخليه يجي الدرس. نعم. وأنا ظروفي ما خلتهاش يجي وهو يجي. هي فيها كفارة دي، هي ده اليمين، يعني حتى وإن كان يمين له برضه لكن يكفر لأنه متعلق بالمستقبل. هو يعني ما جتش. يبقى أنت عليك الكفارة. لكن أنت عاوز عليك الكفارة. أي يمين مستقبلة ولم يحصل المحلوف عليه يبقى تكفر ولا بد. إحنا هنتكلم طبعا. أيوه اتفضل. اللي ملوش مذهب دلوقتي ينفع ياخد فتوى على يعني المذهب الاسهل، يعني مثلا يعني في كل مساله شرعيه ياخد من مذهب شرعي مثلا، ممكن يكون عالم عشان اليمين الامام كده يبقى عالم، يبقاش جاهل. لا يعني يسال مثلا مالك شويه ويسال شافعي شويه والفتوى الاسهل بالنسبه له تيجي على كده. لا لا، العلماء يقولون ايه؟ يقولون من تتبع رخص المذاهب فسد دينه. العلماء يقولون هذا، من تتبع رخص المذاهب فسد دينه. ما تتبعش رخص، لا لا تتبع رخص. نعم. ما ماشي المخالط، هو لا مذهب له اصلا. العامي لا مذهب له. لا مذهب له. وانما يعني مذهبه مذهب من يفتيه. هو لا يقصد هذا، لا يقصد تتبع الرخص، وانما يدخل
يقول الازهر مثلا قبل اهل واحد من اهل العلم يساله السؤال، يبقى كما يقول له يفعل. لو عرض له قولين او ثلاثه اقوال او اربعه ياخذ ما يناسب حاله. سيدي احمد الدردمه رضي الله عنه قال: من قلد عالما في قوله المعتبر عند اهل العلم لقي الله سالما. من قلد عالما في قوله المعتبر عند اهل العلم لقي الله سالما. يبقى عرفنا مساله الحنس في الايه؟ ان يمتنع ان يحلف على ان يفعل شيئا الان او خلال اسبوع او خلال شهر، يبقى لابد ان يفعله في هذه الفتره، فهو على حنس حتى يفعل المحلف عليه. فلو مضت هذه الفتره دون ان يفعل فعليه ايه؟ كفاره يمين. بقيت مساله ايه؟ النسيان والإكراه. يعني أحيانا الإنسان يفعل المحلوف عليه نسيانا أو خطأ أو بالإكراه، فدي مسألة خلافية بين العلماء. عند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما قال بأن النسيان لا يؤثر في الحنس، بمعنى أنه كالعامد، يعني الذي يفعل المحلوف عليه: والله لا أذهب إلى فلان، فذهب إليه نسيانا، والله لا أدخل هذا الدار، فطبعا إيه؟ دخل نسيانا، نسي اليمين، أو جماعة طبعا شالوه وأدخلوه، لا إكراه. هذا إكراه، لكن كل هذا لا يؤثر وهو كالعامل تماما في الحكم، يعني هو حانس أو حلب ما يشرب مثلا هذا الشراب أو هو نايم راح صبوه في حلقه شربوه غصبا عنه، كل ده إكراه. فعند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة قال بإيه؟ بالحنس، لو فعل هذا نسيانا او مكرها او خطا. لكن الامام الشافعي والامام احمد رضي الله عنهم قال: لا اسم علي ولا كفار. عشان الحديث طبعا عند ابي داود وغيره ان الله وضع على امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. وما استكرهوا عليه، ثلاثه اشياء. وهناك طبعا الحديث رفع القلم عن ثلاث، يعني عن النائم حتى يستيقظ، يعني هو يعني شربوه وهو ايه؟ وهو نائم. الصائم وعن المجنون حتى يفيق وعن الصريح حتى الصائم لما بينسى بإقسامه بيشرب. نعم، هو يعني هذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد، حتى يعني ايه؟ يعني رجحه العلماء. لأنه طبعا في حديث الإمام مسلم البخاري حينما نزلت آية آمن الرسول فأنزل إليه من ربي المنون، في آخر الآية الثانية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: نعم، وفي رواية: قد فعلت. أي قال الله نعم، قال الله قد فعلت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يعني لكن الإمام مالك والإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما قال بأنه هو الذي أدخل نفسه في اليمين، يعني كان في حلم، هو الذي قيد إيه؟ قيد نفسه، فهو كالعامد، الناسي كالعامد، لأنه كان في حلم، يعني إيه اللي خلاه هو أدخل نفسه في اليمين؟ فالقيد أدخله على نفسه ولم يدخله الشارع. إذن فليتنبه لذلك. على أي حال، يعني الاختلاف هذا، يعني لما أنت تجد كفارة تكفر، فيعني هذا
هذا شيء يعني يحبه الله تعالى، اطعام المساكين او الصوم او كسوه المساكين وهكذا، يعني اشياء تغفر الذنب، تغفر الذنب. هذه هي مساله الخطا والنسيان والاكراه، الخطا والنسيان والاكراه، فيه خلاف بين الايه، بين الفقهاء. هناك طبعا شرط للحالف، الحالف طبعا مش اي واحد يحلف يؤاخذ بالحلف، سواء في كل الايمان، ايمان البر او ايمان الحنس او ايمان اللغو او ايمان الغموس، لا بد ان يكون الحالف مسلما، وان كان الاسلام يعني في خلاف بين الفقهاء، يعني بعض العلماء كالامام ابي حنيفه يقول لا، الكافر لو حلف يؤاخذ بالحلف وعليه كفاره بغير الصوم. لا، ده حلف بغير الله، الحلف بغير الله لا ينعقد، الحلف بغير الله لا ينعقد ولا كفاره له، ما عدا الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه قال من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي يمين منعقده تكفر، لانه حلف بما لا يتم الايمان الا به، اي حلف باحد شطري كلمه الشهاده. ده كلام عند الامام احمد، فيش خلاف. لا، من حلف بغير الله فقد اشرك، قالوا هذا الحديث خرج مخرج التحذير والتنفير والمبالغه والزجر في ان يحلف الانسان بغير الله تعالى، لكن اللي يقول ده كفر وشرك، لا، من كفر مسلما فقد كفر. هكذا قال لا تكليف